إن هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشامخة في الإيمان والتقى والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. وقد ذكرت الأحاديث صفات هؤلاء أنهم لا يكتوون أي لا يتداوون بالكي، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. ومن المعلوم أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة 40 خريفا، وقد جاء في حديث آخر 500 سنة: أول 3 يدخلون الجنة الشهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح مواليه. من الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة؟ أول من دخل الجنة من البشر هو أبو البشر آدم عليه السلام، ولكنه عصي ربه بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، فأهبطه الله من الجنة إلى أرض الشقاء. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة حيث قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. ومن الذين يدخلون الجنة قبل يوم القيامة الشهداء، فأرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ومن مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي. الجنة خالدة وأهلها خالدون لا تفنى ولا تبيد، وأهلها لا يرحلون عنها ولا يضعنون ولا يبيدون ولا يموتون. قال تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقد بينت الأحاديث أن الموتى يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة ولأهل النار: خلود بلا موت. واستمع إلى النداء العلوي الرباني الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخولهم الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتسوا أبدا. وذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صفة الجنة: نعيم الجنة يفوق الوصف ويقصر دونه الخيال، فليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنيا. ومهما ترقى الناس في دنياهم فسيبقى ما يبلغونه أمرا هينا بالنسبة للنعيم الآخرة، فهي كما ورد في الآثار: نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا، في حبرة ونظرة، في دور عالية سليمة بهية. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصف بنائها: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها أي المادة التي توضع بين اللبنتين الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا ييأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وصدق الله حيث يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أبواب الجنة: للجنة أبواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائكة. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح في كل عام في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وعددهم أبواب الجنة ثمانية، وأحد هذه الأبواب يسمى الريان، وهو خاص بالصائمين. وهناك باب للمكثرين من الصلاة، وباب للمتصدقين، وباب للمجاهدين. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خص الذين لا حساب عليهم بباب خاص بهم دون غيرهم، وهو باب الجنة الأيمن، وبقيتهم يشاركون الأمم في الأبواب. ثم بين لنا سعة أبواب الجنة، وأن ما بين جانبي الباب كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وقصر، وأن ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وأنه لكظيظ من الزحام.